عندهم أربعة من اللاعبين يعني خبرة ويلعبوا في القسم الأول، يعني يصيروا المقابلة بطريقة ذكية وما تخطوش يعني ماضي يعني في هذا الوقت باش يسجلون يلعبوا كرة ويتمكنوا باش يسجلون الهدف يعني في وقت أحسن جدا، ويصيروا بقية المقابلة يعني بصفة احترافية. الفريق في نظري يعتبر من أحسن فريق اللي لعبنا معه لحد الآن، وهي الخسارة الأولى للفريق يعني نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله ورحمة الله إن شاء الله، دعونا إلى حد الكبار في المستوى إن شاء الله.